أخبار اليوم. سؤال الثاني: ألف، اكتب المصطلح العلمي. الطحالب والهائمات التي تعتبر الحلقة الأولى في سلاسل الغذاء البحرية. الحلقة الأولى في سلاسل الغذاء البحرية بتحتوي على طحالب وهائمات، ودي تعتبر كائنات منتجة للغذاء. يبقى الإجابة بتاعتي هتقول الكائنات المنتجة للغذاء. نمرة 2: معدن له مقصر وليس له انفصام. المعدن الذي ليس له انفصام هو الكوارتز، له مقصر محاري ولكن ليس له انفصام. تعمل العوامل الخارجية في الوصول إليه، ويجب أن يكون في مستوى سطح البحر، بعرفه باسم المستوى القاعدي للتعرية، لأن احنا عرفنا التعرية أن هي أثر العوامل الخارجية على الصخور وتفتيتها، ثم إزاحة الفتات فتتعرض طبقة أخرى للتفتيت، وينقص بذلك حجم الصخر الأصلي. حجم الصخر الأصلي بينقص لحد ما يوصل لمستوى سطح البحر، يعني العوامل الخارجية بتفتت الصخور حتى تصل إلى مستوى سطح البحر، وده اللي بيعرف باسم المستوى القاعدي للتعرية. 4: مقياس يستخدم للمقارنة بين شدة زلزالين. يبقى هو مقياس ريختر هو الذي يستخدم للمقارنة بين شدة زلزالين. 5: نباتات حولية تنمو عقب سقوط الأمطار وتختفي في موسم الجفاف، طارقة بذورها في التربة، دي بتعرف باسم الكساء الخضري المؤقت. واحنا عارفين الكساء الخضري المؤقت نباتات غير حقيقية. ليه غير حقيقية؟ لأن بقائها في الصحراء مرتبط بوجود الأمطار، في مطر موجودة، ما فيش مطر بتموت، بس بتترك بذورها في التربة عشان تنمو في العام القادم وقت سقوط الأمطار. نشوف به في السؤال الثاني: قارن بين كل مما يأتي. 1: صخور الخزان وصخور المصدر بالنسبة للنفط. هنلاحظ ان صخور الخزان وصخور المصدر بالنسبة للنفط. صخور الخزان هي الصخور التي يتخزن فيها النفط او الغاز، اما صخور المصدر هي الصخور التي يتكون فيها النفط والغاز. فصخر المصدر هو صخر طيني رسوبي بيحتوي على بقايا نباتات وحيوانات بحرية دقيقة التي دفنت بمعزل عن الهواء. بتدفن يا جماعة على عمق من حوالي من 2 إلى 4 كيلومتر، ولما توصل درجة الحرارة من 70 لـ100 درجة مئوية بتنضج، تتحول إلى نفط خام أو غاز. بعد ذلك بتهاجر عشان تخزن في صخور الخزان المسامية. صخور الخزان بتبقى إما من الرمال أو الحجر الرملي أو الحجر الجيري أحياناً. وصخور المصدر المادة الهيدروكربونية الموجودة فيها النباتات والحيوانات البحرية الدقيقة، أما صخور الخزان فالمواد الهيدروكربونية الموجودة فيها هي النفط أو الغاز. تاني سؤال: قارن بين صخور السيال وصخور الصين. صخور السيال هي صخور اشتقنا اسمها سيال من العناصر المكونة لها، فهي غنية بالسيليكوم 70% مع الألمونيوم. وصخور السيال بتكون الألواح القارية أي سائدة في جسم القرد، أما صخور الصيمة فهي غنية بالسيليكون 45% مع المغنيسيوم، ولكن بتكون الألواح المحيطية أي سائدة في جسم المحيطات. تالت سؤال: قارن بين البيئة الاجتماعية والمحيط الاجتماعي. البيئة الاجتماعية هي البيئة التي يشترك فيها الإنسان مع أقرانه من بني البشر، اسمها بيئته الاجتماعية. احنا عارفين ان بيئة الانسان تشمل 3 جوانب: البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية والبيئة التكنولوجية. يبقى البيئة الاجتماعية اللي بيشارك فيها الانسان مع اقرانه من بني البشر. اما المحيط الاجتماعي فهي المؤسسات التي اقامها الانسان،
طب أقامها ليه الإنسان؟ إما عشان تدير العلاقات بين أفراد المجتمع، أو تدير العلاقات بين الأفراد والمنظومات الأخرى الطبيعية والمشيدة. مثلا لما نبني مصنع على أرض زراعية، مفروض المحيط الاجتماعي اللي بيتحكم في الكلام ده، وبالتالي لازم يحكم العلاقة بين الأفراد والمنظومات الأخرى الطبيعية أو المشيدة. نمرة 5، بيقول لي الضغط الواقع، قارن بين الضغط الواقع على غواصة على عمق 100 متر من سطح البحر وعلى طائرة على ارتفاع 11 كيلو متر من سطح البحر. نخلي بالنا من السؤال دوت عشان فيه جزء مهم قوي الناس ما بتاخدش بالها منه. بيقول لي ان الغواصة على عمق 100 متر من سطح البحر والطائرة على ارتفاع 11 كيلو متر من سطح البحر. لو ده سطح البحر يا جماعة، لو ده سطح البحر، يبقى الضغط على سطح البحر بيساوي 1 ضغط جو. هو بيقول لي الغواصة على عمق 100 متر من سطح البحر، الغواصة هنا على عمق 100 متر من سطح البحر، احنا عارفين ان الضغط بيزيد بمعدل 1 ضغط جوي لكل انخفاض قدره 10 متر بالإضافة إلى الضغط فوق سطح الماء. يبقى لو نزلنا 10 متر مفروض يبقى الضغط اللي واقع علينا 2 ضغط جوي. طب نزلت 100 متر يبقى واقع عليها ضغط كام؟ باختصار باخد 100 واقسم على 10 وازود 1، يبقى واقع عليها 11 ضغط جوي. ده ايه؟ دي الغواصة اللي على عمق 100 متر من سطح الماء. طب الطائرة اللي بتقع على ارتفاع 11 كيلو متر، على ارتفاع 11 كيلو متر من سطح البحر، احنا عندنا القانون بيقول بيقل الضغط الجوي بمعدل نصف قيمته لكل ارتفاع قدره 5.5 كيلو. يعني كل ما ارتفع عن سطح البحر 5.5 كيلو الضغط يقل بمعدل نصف قيمته. الضغط هنا 1، إذن بعد 5.5 كيلو من سطح البحر الضغط هيبقى نص ضغط جوي. طب بعد كمان 5.5 كيلو متر من سطح البحر الضغط هيكون ربع ضغط جوي اللي هو 25%. بقى 5.5 و5.5 يعني المسافة 11 كيلو، يعني بعد 11 كيلو من سطح البحر الضغط هيكون ربع ضغط جوي أو 25% ضغط جوي. يبقى إذن الإجابة هتقول إن الغواصة اللي على عمق 100 متر من سطح البحر واقع عليها ضغط مقداره 11 ضغط جوي، يبقى تعليلها إن الضغط الجوي الضغط بيزيد بمعدل 1 ضغط جوي لكل انخفاض قدره 10 متر. أما الطائرة اللي على ارتفاع 11 كيلو متر من سطح البحر هيبقى واقع عليها ضغط مقداره 25% ضغط جوي، يبقى تعليلها إن الضغط الجوي هيقل بمعدل نصف قيمته لكل ارتفاع قدره 5.5 كيلو متر. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي اذكر أهمية أو استخدام لكل من مادي. الفواصل، الفواصل استفاد منها القدماء المصريين في بناء المعابد والمسلات وبناء المقابر أيضا. طب المغناطيسية القديمة، المغناطيسية القديمة احنا قلنا تعرفها هي بقايا المغناطيسية التي احتفظت بها الصخور عبر الزمن، ويعزي وجودها لوجود أكاسيد الحديد وكبريتيد المعادن. المغناطيسية القديمة هي إحدى الأشياء التي استخدمها فيجنر للوصول إلى نظرية الزحف القاري. يبقى أهمية المغناطيسية القديمة إحدى الدلائل التي تؤيد أو تثبت حدوث زحف قاري. السباخات، خلي بالنا السباخات من الحاجات اللي مش واضحة قوي في المنهج. السباخات هي الأماكن بيبقى فيها كمية مية من مياه البحر قليلة، فبترتفع درجة الحرارة فبتتبخر المية فبنحصل على ملح الطعام. يبقى السباخات استغلها الإنسان في الحصول على ملح الطعام عند ارتفاع درجة الحرارة وبخر المياه. الطائرات الصاعدة في مياه البحر،
طب لو احنا تذكرنا مع بعض لما قلنا ان املاح النترات والفوسفات المتوفره في المياه السطحيه عارفين ان هي بتساعد في تكوين البروتين في خلايا النباتات البحريه. طب لما تموت النباتات البحريه هتنزل في القاع وتتحلل. طب لو اتحللت ومفيش تيارات صاعده تطلع املاح النترات والفوسفات للسطح كمان مره، فبالتالي مش هتزدهر الحياه النباتيه وبالتالي هتموت الثروه السمكيه. يبقى التيارات الصاعده في الميه هي اللي بتساعد على صعود بعض الاملاح عندما تتحلل الكائنات مثل املاح النترات والفوسفات الى السطح حتى تستمر ازدهار الحياه النباتيه وبالتالي ازدهار الحياه الحيوانيه. اخر حاجه عاوز في السؤال الثاني اذكر اهميه او استخدام الاسمده العضويه. الاسمده العضويه بتزيد من خصائص التربه، بتزيد من خصوبه التربه، بتنشط عمل الكائنات الحيه اللي في التربه، وبتضيف للتربه صفات فيزيائيه جديده مرغوب فيها، وبالتالي بتساعد على زياده الانتاج النباتي.